السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبدالله عزيز طبيب بيطري. اليوم حبيت أحكي لكم عن مرض الجمبورو أو Infectious bursal disease بالعربي البورصل المعدي. طبعا هذا المرض تم اكتشافه سنة 1957، يصيب الدجاج بشكل عام، مسبب مالته فيروس بيرنا فيروس. طبعا اهم مشكله بهذا المرض انه هو يصيب الجهاز المناعي او يتلف الجهاز المناعي. لهذا السبب من تجي تحاول تطعم او تحصن الطيور مالتك ضد امراض اخرى ما راح تلقى ذيك النتيجه، راح تكون نتيجه التحصين قليله جدا او اصلا ماكو يعني تحصين. قلنا انه يصيب الدجاج، مسبب مالته هو البيرنا فيروس. طبعا فتره الحضانه مالت هذا المرض هي من 3 إلى 4 أيام، خلال هاي الفتره ما راح اشوف اي علامات سريريه. من تبدي تظهر العلامات السريريه راح يكون ظهورها سريع جدا، تتراوح فتره المرض من 4 إلى 5 أيام فتره المرض. خلال هاي الفتره راح تشوف خمول للطير بشكل عام، واهم علامه اللي هي اسهال مائي ابيض مصفر ذو رغوه. طبعا اكثر الاعمار المناسبه او نسبه الاصابه بها راح تكون من 3 إلى 10 أسابيع، بس يصيب 3 إلى 6 أسابيع بشكل اكبر. يعني من 3 إلى 10 أسابيع هي اعمار الاصابه، لكن هو يصيب الاعمار من 3 إلى 6 أسابيع بشكل اكبر. نسبة الإصابة ونسبة النفوق راح تكون من 10 إلى 70%، على الأغلب راح تكون نسبة الهلاكات هي 70% بالقطع. طبعا هذا المرض من تجي تشرح الطير راح تشوف عندك البورصة أو فابريشيا، أو هي غدة البورصة راح تكون ضخمة جدا، بالإضافة إلى وجود قطع أو بقع نزفية بالصدر والجناح وعلى عضلات الفخذ، راح تشوف بقع نزفية. علاج لهذا المرض ماكو علاج، ولكن التحصين باللقاح الحي والميت هي افضل طريقه لحمايه الطيور من الاصابه كل الامراض. طبعا اختلاف هذا المرض انه باللقاح انه تعطي لقاح حي او لقاح ميت راح يختلف. طبعا اذا كانت عندك الكتاكيت مالتك من امهات غير محصنه فانت راح تعطي لقاح حي من عمر 8 الى 10 ايام. اما اذا كانت عندك كتاكيت من امهات محصنه راح تعطيهم من عمر 12 الى 14 يوم. وتعيد هاي الجرعه من يصير عمر الكتكوت 21 الى 24 يوم. بالنسبه للامهات تعطي لقاح ميت بعمر 10 اسابيع وتعيد هاي الجرعه ايضا يعني قبل انتاج البيض باربع اسابيع. هذا كل ما عندي بالنسبه لهذا المرض. اذا عندك اي استفسار ممكن تخلي لي اياه بالتعليقات. حاب اشرح لك على مرض معين، احاول نوصل لك ايضا مقطع قصير. بالنهايه في امان الله.